مرحبا مرحبا اعزائي عمو يزيد، فرحان بزاف لكم معايا اليوم هنا، وانتم كذلك احبائي الاطفال اللي راكم تشوفوا فينا وحبيتوا تجوا تحضروا معنا كما هاد الاطفال وتفرحوا. ما عليكم الا توجهوا لموقع الانترنت عمويزيد.com للتسجيل بهذه الطريقه. اذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك الا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملا الاستماره، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الالكتروني. مرحبا بك. إذن أحبائي، لما تسجلوا للحضور لازم شوية تاع الصبر لأن التسجيلات كثيرة. أنتم كما سجلتوا وكلمناكم باش جيتوا حضرتوا يا أخي. إذن كاين أيام عالمية مهمة جدا راح نتكلموا عليها في هذه الفترة. هذه يوم 5 أكتوبر هو اليوم العالمي للمعلمين والمعلمات. واش يقولوا؟ قم للمعلم. شكون اللي يعرفها؟ تعالي تعالي بنتي، واسمك؟ زينب. زينب، واش يقولوا؟ قم للمعلم وبه وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا. برافو، وين تسكني بنتي؟ براقي. في براقي، خيار الناس، شكرا شكرا، شاطرة. قم للمعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا. إذن أحبائي، احترام المعلمين، المعلم هو اللي صن من الجهل، يعلمنا. العلم مهم، بالعلم ترقى الأمم. إذن احترام المعلم والمعلمة مهم جدا، هذا وعد. وكذلك في هذا الفترة يوم 9 أكتوبر هو اليوم العالمي للبريد. وبهذه المناسبة راح نستقبله كما موالفين نستقبله في كل مرة صديقنا صهيب اللي يجيب لنا الرسائل تاع الأصدقاء اللي يرسلونا، ولكن اليوم صهيب راح يبقى معنا في الحصة لأنه اليوم العالمي للبريد وراح نديروا تقدير لسعي البريد. إذا تعال صهيب، أعطونا تحية صهيب. مساء الخير يا أطفال. أعطونا تحية صهيب. مرحبا بك صهيب. وش رأيك؟ لاباس؟ لاباس. الحمد لله. صهيب، وين جبت لنا؟ البريد. بريد تاع الأطفال، إذا تحطوا لنا في علبة البريد وتبقوا معنا في هذا المكان الجميل لأنه اليوم اليوم العالمي للبريد. يا أخي يلا. تحية تحية صهيب. تحية. قبل ما نبدأ الحصة دائما نطرح عليكم لغز. لغز اليوم يقول: ما هو الشيء الذي تقطعه وتبكي عليه؟ معليش على بالي بلي سهلة. دونك ما هو الشيء اللي تبكي اللي تقطعه وتبكي عليه؟ إذا أحبائي فكروا إلى غاية نهاية الحصة، أنتم وأصدقائنا لم يشوفوا فينا يقدروا يجاوبوا عن اللغز بهذه الطريقة هذه. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار جاوب على اللغز، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني، والجواب على اللغز. حد سعيد. إذن بالتوفيق يا أحبائي. ما هو الشيء الذي تقطعه وتبكي عليه؟ في نهاية الحصة تعطوا لي الجواب تاعكم. ودرك يا أحبائي رايحين نكتشفوا شخصية مهمة جدا، عالم مسلم هو ابن رشد، مع ندى. إذن تفضلي ندى، تفضلي، مرحبا بك، تفضلي. مساء الخير يا أطفال. اليوم سنتحدث عن ابن رشد. هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد، ولد بقرطبة بالأندلس في 520 سنة هجري الموافق لعام 1126 ميلادي. شخصية علمية مسلمة متعددة التخصصات، فهو فيلسوف وفقيه وطبيب وفلكي وقاض وفيزيائي عربي مسلم أندلسي. يعد ابن رشد من أهم الفلاسفة العرب، فكان لا يرى وجوه تعارض بين الفلسفة والدين. بعدها تولى ابن رشد القضاء في إشبيلية، ثم قاضيا بقرطبة سنة 1169 ميلادي. وعندما استقال ابن طفيل اقترح أن يكون ابن رشد خليفة له في منصبه، ثم استدعاه الخليفة الموحدي أبو يعقوب إلى مراكش وعينه طبيبا له في قرطبة، كما استعان به في القيام بالعديد من المهام الرسمية، مما ساهم في تنقله في مختلف أنحاء المغرب. لابن رشد 108 من المؤلفات، 58 منها بنصها العربي.
توفي ابن رشدين سنة 595 هجري الموافق لعام 1198 ميلادي في مراكش ودفن فيها، وبعد 3 أشهر نقل جثمانه إلى قرطبة رحمه الله. شكرا 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 ندى، شكرا. إذن ابن رشد عالم مسلم، وإحنا نعتز كامل علماء الإسلام. أحبائي، بما أننا في اليوم العالمي للبريد، وش رأيكم نغنوا مع بعض أغنية ساعي البريد، نديروا تقدير لساعي البريد، ساعي البريد ما تحمل. يلا تغنوا كامل معايا. برافو برافو. إذا أخبار طبعا أجمل. التحقوا بالأماكن تاعكم يا أحبائي، التحقوا بالأماكن تاعكم. إذا سعي البريد ما تحمل وتأتي معايا
الأفراح. تحبوا ألعاب الخفة؟ إذن يلا مع عمو مراد نستمتعوا بألعاب الخفة. يلا تحية تحية لعمو مراد. تفضل تفضل عمو مراد تفضل. برافو 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 برافو. عجبكم عمو مراد؟ برافو برافو. إذن أحبائي كما قلت لكم عمو يزيد 4 سنوات هذا الموسم الرابع، 4 سنوات من المتعة معكم عبر قنوات الشروق تيفي.
أضفنا لكم بعض الفقرات، منها فقرة هل تعلم؟ في كل مرة نكتشف معلومة تفيدنا في حياتنا. اليوم فقرة هل تعلم مع ياسمين. تفضلي ياسمين. تحية تحية لياسمين. مساء الخير يا أطفال. هل تعلم أن الغاز في طبيعته هو غاز لا رائحة له، ولكن تضاف إليه هذه الرائحة لتصفيته وتخزينه من أجل عامل الأمان والحماية للانتباه إليه؟ برافو 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 برافو. شكرا ياسمين، شكرا. إذا أحبائي في كل مرة نتعلموا حاجة. إذا الغاز الطبيعي في أصله ما فيهش رائحة، ولكن تضاف هذه الرائحة عند التمييع والتخزين باش نحسوا به، باش نقدروا نعرفوا بلي الغاز راه يسيل، لأن الغاز ضار. كي تشموا هذيك الريحة لازم تقولوا لمالكم بلي شميتوا ريحة تاع الغاز. يا أخي تحبوا الحكايات؟ عمو يزيد راح يحكي لكم اليوم حكاية الجمال والنمور. يلا معي. إذن أحبائي كما وعدتكم راح نحكي لكم حكاية الجمال والنمور. واحد النهار في واحد الواحة كانوا يعيشوا مجموعة من الجمال. هذوك الجمال كانوا عايشين في هذيك الواحة، فيها الماء، عندهم واش يأكلوا عندهم، ولكن كان خطر، كانت فيها نمور، وهذوك النمور كانوا مرة على مرة يهجموا على جمل هكذا يأكلوه. هذوك الجمال خافوا، داروا اجتماع فيما بيناتهم، قالوا كيفاش درك حنا ما نقدروش نقعدوا هنايا مع هذه النمور المفترسة، وحنايا جمال يعني ما عندنا بعد لا مخالب لا أنياب لا والو، يعني ما نقدروش ندافعوا على أنفسنا. بعد قعدوا يخموا انطق واحد قال لهم حنا ربي عطانا أشياء اللي النمور ما عندهاش. قال لهم واش هي؟ قال له حنا نقدروا نتحملوا أننا نمشي في الصحراء عدة شهور. عبيكم باللي الجمل يقدر يقعد أشهر بلا ما يشرب الماء. قال له سما كيفاش نديروا؟ قالوا نروحوا نقطعوا الصحراء ونحوسوا على واحة أخرى وما يكونش فيها النمور، ما يقدروش يلحقونا. قالوا لأنهم ما يقدروش هما يخزنوا الماء كما حنا الجمال، ما يقدروش يتبعونا وين نروحوا. قال له خلاص. راحوا هكذا في مجموعة من الجمال هكذا، وراحوا يمشوا مدة طويلة. بعد لحقوا لواحد الواحة، شافوا في هذيك الواحة مليحة، فيها الماء، فيها شوية العشب كامل وما فيهاش نمور. قالوا قعدوا هنا. قعدوا تما. وبعد كان واحد الجمل صغير هكذا، قعدوا يحوسوا عليه تبحر بحر، يحوسوا عليه ما صابوش. ومن بعد حتى صابوا ناس كانت قافلة مرة هكذا، صابوا هذاك الجمل. هي على كل حال حكاية للمغزى، يعني الجمال ما تكلمش، ولكن احنا في الحكاية كان حوار دار بين الجمال وهذوك بنو الإنس، يعني الناس اللي هذوك للعبرة فقط. دونك هذوك الناس صابوا هذاك الجمل وتلقاو مع هذوك الجمال، قالوا ما شفتوش واحد الجمل صغير؟ قالوا صبناه خلاص. كي عطاوه لهم الجمال هذوك فرحوا، قالوا لهم كيفاش نقدروا نردوا لكم الجميل؟ هذوك الناس قالوا لهم احنا تعبنا من المشي وكامل، وانتم جمال اقوياء وكامل، هل نقدروا نديروا عليكم البضاعه تاعنا وتنقلونا من مكان لاخر؟ قالهم بفرح وسرور، بداوا ينقلوا فيهم عيد قافلات روح وكامل. وبعد هذوك الجمال قالوا لبعضهم هكذا، قالوا كان نطلبوا من هاد الناس هذو يرافقونا للواحه نتاعنا الجميله هذيك اللي خليناها، ويساعدونا في القضاء على هذوك النمور ونعيشوا بفرح وسلام في هذيك الواحه. قالوا ايه وعلاش لا. راحوا عند هذوك الناس قالوا لهم عندنا واحه جميله وهجرناها لأن النمور كانت تما وكنا خايفين ياكلونا وكامل. قالوا لهم معلش نروحوا معكم. قال لهم مليحه، فيها العشب، فيها الماء. قال لهم فيها كلش. ركبوا هذوك الناس على الجمال هذوك وراحوا ساروا معهم. بعد لحقوا لهذيك الواحه وعاونوهم، قضوا على هذوك النمور وعاشوا في هذيك الواحه بالتعاون تاعهم كامل، عاشوا في هذيك الواحه في سلام. عمو يزيد استخلصوا من الحكايه تاع اليوم انه للعيش في سلام يجب ان نتعاون فيما بيننا. برافو تحيه لبوبي. اذا احبائي للمغزى هذه الحكايه والعبره تبين باللي للعيش في سلام يجب التعاون
فيما بيننا. يلا معايا أرجعوا لأماكنكم. إذن أحبائي كما قلت لكم للعيش في سلام يجب التعاون فيما بيننا. الحقنا واحد ركن نحبو بزاف، شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لعمو يزيد؟ نكتة نكتة نكتة، تعالي تعالي. تعالي، واسمك بنتي؟ ماريا. ماريا، شحال عمرك ماريا؟ 11 سنوات. 11 سنة، الله يبارك الله يبارك. شاطرة في الدراسة؟ وين تسكني؟ بوسماعيل. في بوسماعيل ولاية تيبازا، احكي لنا النكتة تاعك بنتي. واحد النهار واحد الراجل في طوموبيل مع مرتو، شعل الفو روج حبس. المرا قالت له وعلاش حبست؟ قالها باسكو حتى كيجي الخضر باش نعاودو نديماريو. المرا نهضت راحت للور، كانت من القدام طلعت من اللور، قالها وعلاش رحتي من اللور؟ قالت له باش كيجي الخضر يطلع من القدام. بلا الخضر والجاي. برافو 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 برافو. شكون اللي عنده نكتة جميلة؟ تعال تعال. اروح وليدي، واسمك؟ ضياء الدين. ضياء الدين، وين تسكن ضياء الدين؟ في برج البحري. برج البحري، خيار الناس. احكي لي النكتة تاعك وليدي. واحد النهار تشحا كان في المدرسة، طلعوا الأستاذ تاعو قال له ارسم لي فيل. من بعد رسم له نقطة، قال له شنو هذا؟ قال له فيل من بعيد. فيل من بعيد، برافو 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 برافو. أحبائي الحقنا دركا الركن مهم أننا نحبه بزاف هو ركن الرسائل. إذا بوبي يعطينا الرسائل تاع أصدقائنا الأطفال نقراوهم. وانتم احبائي الا حبيتوا ترسلونا ما عليكم الا تروحوا الموقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار اراء وملاحظات باش نقراو رسائل. شكرا بوبي، اعطونا تحيه لبوبي. اذا الرساله الاولى تقول وسيم عيادي 5 سنوات من مدينه خنشله، الله يبارك، قال لك أرجو من عمو يزيد أن يقبل طلبي هذا لأني مشتاق لمقابلتك. الله يبارك. إذن عيادي وسيم وليدي من خنشلة، عمو يزيد كذلك مشتاق لمقابلتك، سوف نتصل بك حتما باش تجي تحضر معنا. الرسالة الثانية نادير ياسين 14 سنة من مدينة وهران، قال لك ربي يحفظك عمو يزيد يخليك الناس وهران، ربي يطول عمرك الله يخليك. وعمو يزيد يعتز بهذه الرسائل. الرسالة الموالية بوجليدة يوسف 10 سنوات مدينة ولاد جلال ولاية بسكرة، الله يبارك، التمور دقلة نور الجزائرية. أنا أحبك يا عمو يزيد وقناتي وقناتك المفضلة وشيقة، وأتمنى أن تزورنا في بسكرة وشكرا. هذا وعد يا ابني، راح نزوركم في مدينة بسكرة إن شاء الله في حفل من أروع ما يكون. الرسالة الموالية مخلوف نهاد 14 سنة من مدينة سيدي موسى من الجزائر العاصمة، قالت لك السلام عليكم، أنا نحب بزاف عمو يزيد، راني حبة من عمو يزيد يجي لسيدي موسى. إذن نهاد مخلوف 14 سنة راح نزوركم حتما مدينة سيدي موسى اللي نحبها ونحبكم بزاف. الرسالة الموالية عبدو أسمى 6 سنوات مدينة سيدي بالعباس، الله يبارك، قالت لك حصتكم جميلة ورائعة وأنا متشوقة لها. إذن أسمى عبدو مرحبا بك بنتي من مدينة سيدي بالعباس، الله يخليك الله يخليك بنتي. لحقنا الركن الجواب عن اللغز. اقعدوا في برايسكم. ما هو الشيء الذي تقطعه وتبكي عليه؟ تعالي اروح تعالي. عاودي تذكرهم باسمك. ماريا، شاطره ماريا، سبتي الجواب زعما. وش هو الشيء الذي تقطعه وتبكي عليه؟ البصل. برافو، سبتوها ثاني انتما. برافو برافو برافو. اعطيني الهديه تاعها. اذا ماريا شكرا، شركه شيبس مهبول تهديك هذه الهديه المتواضعه، ان شاء الله تستفادي بها. شكرا. العفو بنتي العفو، تفضلي تفضلي تفضلي. وعلى بالكم احبائي، واش هذا؟ تعال تعال، واسمك وليدي؟
استنى واسمك؟ فارس. فارس، انت كتبت هذا الرسم هذا؟ عمو يزيد احبك. الله يبارك، دير بيزو لعمو يزيد. الله يبارك، عمو يزيد تاني يحبك بزاف 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 يا اخي ولدي. هيا تفضل. شكرا 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 شكرا. احبائي، واش بنتي؟ تعالي ارواحي. واش هذا؟ هذه رسالة منك. شكون يكتبها؟ انا. اوه تقرايها انا ولا نقراها انا؟ انت. انا نقراها. هذه رسالة مني يا عمو يزيد، أنا أهواك جدا يا عزيزي وأنت حلمي الأفضل وأحب لحنك في الأناشيد. وشكرا سيرين. الله يبارك بنتي، الله يبارك الله يبارك. نحتفظ بها، هادو كاع نخبيهم عندي كامل كامل، يتخباو عند عمو يزيد يحتفظ بهم، نحبهم. أحبائي، في نهاية كل حصة نستضيف طفل ولا طفلة يحتفل بعيد ميلاده، وباش تشاركوا في احتفال بعيد ميلادكم ما عليكم إلا ترسلوا 5 قسيمات من علب حليب رامي على العنوان التالي: صندوق بريد 42000 سطوالي الجزائر العاصمة. اليوم معنا ولد الطاهر محمد علي، 9 سنوات. تعال ولدي، تعال تعال ولدي. إذن محمد علي بعت لنا 5 قسيمات من علب حليب رامي، رح نحتفلوا بعيد ميلاده. إذن انتم جود نغنوا له كامل عيد ميلادك احلى عيد، واصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاطو تاعو. اذا تعالوا نغنوا له. عيد ميلادك احلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي نقلب يا سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي نقلب يا سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوة لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. إذن محمد علي عمو يزيد يشعلك شمعة وديروا معايا العد التنازلي: 9 8 9 5 4 3. برافو برافو برافو. إذن محمد علي يعطيني الشهادة تاعو. إذن محمد علي عمو يزيد يهدي لك هاد الشهادة، شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد. وانتم يا أطفال كامل اللي راكم من هنا غير تخرجوا تكون عندكم شهادة لكل واحد فيكم يحتفظ بها كذكرى تصوير حصة عمو يزيد. يا أخي يا أطفال أعطيه الهدية تاعو. إذن محمد علي رامي كما وعدناك وجمعت 5 قسيمات من علب حليب رامي ورسلتنا بهم على صندوق بريد 42000
استولي العاصمة. رامي يهديك هذه الهدية إن شاء الله تستفاد بها، وأنا نبقى لي إلا نقولكم ابقوا على خير، سنونا في الأسبوع المقبل على قناتكم الشروق تي في في نفس التوقيت. حبكم يا أطفال، سلام. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد نقول عمو يزيد يعطيك الصحة ونشكره على الاستضافة تاعو لهنا باش نجو لهنا باش نديرو البرنامج. أولا أشكر حصة عمو يزيد على الدعوة والاستضافة في هذه الحصة. سجلنا في موقع عمو يزيد ولبنا الدعوة تاعنا، جينا نحضروا حصة عمو يزيد، نشكره بزاف، جينا من ولاية فازا، نشكره بزاف في لبنا الدعوة تاعنا. شكرا عمو يزيد، عجبتني الحصة تاعك.